عامل مبادرة اسمها لحد ما توصل إسعاف. المبادرة دي هدفها ان احنا بنقلل عدد الوفيات الناتج عن الحوادث، وان احنا بندي توعية بالأمراض المزمنة والغير سارية. طبعا شفنا اتجاه الدولة لان احنا بتتجه ناحية الصحة، ان احنا بتحارب الجهل وبتبدأ انها تكشف عن فيروس سي وعن هذه الامراض. فالتوعية على الامراض دي مهمة جدا. نعمل ايه في حالة مثلا واحد مختنق، في حالة حادثة على الطريق، في حالة كذا، بتتم بطريقة بوستات بحيث ان احنا نوصل الوعي لأكبر عدد ممكن على ارض الواقع وعلى طريق السوشيال ميديا. فكرة التوعية في العموم، فجت الفكره ان انا مجموعه شباب اطباء وانشانا المبادره دي اللي هي مبادره لحد ما توصل الاسعاف، وكان اسمها برضو ان انا بعلمك حاجه لحد بس ما الاسعاف ما تيجي. فطبعا كان هدفي ان انا انزل للجامعات ولشباب الجامعات في الصعيد، فانشانا 7 فرق في 7 محافظات، منهم القاهره، منهم اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان. اقمنا حوالي الى الان 100 كورس او اكثر من 100، دربنا حوالي 7000 شاب. وكان هدفنا في التدريب مش ان احنا ان انا اوصل معلومه، لا، هدفي ان انا اخليه ان انا اعلمه الماتيريال بطريقه معينه بحيث انه يروح في المسجد بتاعه، في الكنيسه بتاعته عند في القريه، ويبدا ان هو يعلم الناس الحاجات المهمه دي. هدفنا ان احنا يعني ان تدريب الشباب سواء الجامعي او الغير المتعلم حتى، ان هو يعني اساسيات الاسعافات الاوليه، بنحس ان احنا كل شخص يبقى عارف في مواقف طارئه ازاي يتعامل معاها. المؤسسه لحد موصل الاسعاف المبادره بتاعتنا عامله برضو تعاون مع كتير من المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه. احنا متعاملين مع وسط الشباب والرياضه والتعليم المدني. اللي خلاني اشترك في الحكايه دي ان انا ازاي اعالج الناس. يعني مثلا في ناس كتير ممكن تروح بسبب الحكايه دي، في ناس كتير عندها جهل بسبب، يعني مثلا ما حدش يعرف الاسعافات الاوليه كتير. اتعلمت ان احنا لو لقينا اي حد اغمى عليه او كده طبعا نتصل بالاسعاف، بس في حاجات يعني الناس بنعملها ان احنا ما ينفعش نحط له اي حاجه سائله او صلبه. اتعلمت ان انا لو لقيت حد مغمى عليا او وقع في الشارع ان انا اشوف الاول ما ادوش حاجه صلبه او سائله، ولازم اطمن عليه واشوفه مثلا ما مشيش بقى واهمله كده، اشوف اول صحته نبضه واتصل واعمل الاسعافات الاوليه.